مرحبت بالضيف ذي جاء وحيت، والرجال رددت ضيفان حياكم الله. فأهلا وسهلا بالجميع في هذا المهرجان الحاشد الذي يأتي في ذكرى 11 من فبراير، تلك الثورة المجيدة، ثورة الشعب السلمية المباركة. في مثل يوم 11 من فبراير انطلقت الشرارة الأولى للثورة السلمية. خير ما نبدأ به حفلنا هو خير كلام، وهو كلام الله تعالى، ومع الأخ الشيخ عبد الله صالح الهندوان، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ نبيه الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نرحب بالأستاذ العميد قايد العميثلي، مدير عام كلية التربية بأرحب، عميد كلية التربية بأرحب. ونرحب بالدكتور محمد حسن الحيفي، أيضا نائب العميد. ونرحب بالضيوف جميعا، ونرحب بكم يا أبناء أرحب. نرجو من الإخوة الواقفين أن يجلسوا. الدكتور قائد عايض العميثلي، مرحبا به وأهلا به بين أبناء قبيلته. التجمع اليمني للإصلاح نبع من صميم الشعب اليمني ومعتقده ومبدئه، ولهذا التف عليه اليمنيون وانضوى في إطاره الملايين، وأصبح الإصلاح بحق رائد اليمن الكبير وقائد مسيرته النضالية السلمية. إنما الإصلاح قوة وشباب وفتوة وإخاء وأخوة واتباع لمحمد. إنما الإصلاح فارس ليس يرضى بالخنافس، كل أهله فوارس، إنهم جند محمد. نبقى لحظات قليلة مع السلام الجمهوري.
أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً بالجميع بدون استثناء. نبقى الآن مع كلمة الإصلاح للأستاذ سمير قائد الشعبي، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحشد الجماهيري الكبير، الإخوة الضيوف جميعاً، الأخ العقيد عبد السياغي مدير أمن المنطقة الأولى، الأخ عبد الكريم محمد مسلي أمين المكتب التنفيذي بإصلاح صنعاء، الأخ الشيخ منصور علي يحيى الحنك عضو مجلس النواب، الأخ قاسم منصر فيشي مدير عام المديرية، الرائد نبيل عبد السلام الحباري مدير أمن المديرية، الرائد أحمد صبري رئيس قسم شرطة الجامعة، الأخ الشيخ أحمد علي شيبان رئيس تكتلات محافظة صنعاء، الدكتور قائد عايض العميثلي عميد كلية التربية بأرحب، الإخوة دكاترة وموظفي وطلاب كلية التربية بأرحب، الإخوة مدراء وموظفو المكاتب التنفيذية بالمديرية، الإخوة أعضاء المجلس المحلي بالمديرية، الإخوة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، الإخوة مشايخ ووجهاء ومثقفي أرحب، الإخوة الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان يقعد فوق الشمس من أحد لقلت اقعدوا يا آل أرحبي، ثم ارتقوا في شعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فأنتم سادة العربي. الثوار الكرام، يهنئكم التجمع اليمني للإصلاح بمديرية أرحب بحلول الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 11 من فبراير المباركة، الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي تمثل الأمل لكل اليمنيين في غد مشرق يحمل لهم مستقبلاً خالياً من الظلم والاستبداد، يجدون فيه حياةً كريمة تلبي تطلعاتهم وآمالهم. أيها الحشد الكريم، لقد كان للتجمع اليمني للإصلاح دوراً بارزاً في إرساء النضال السلمي ورفض الظلم وعدم الانحناء أمام عواصف القمع والترهيب الذي كان يمارس على الشعب اليمني، رافعاً شعاره المعروف النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات. وما تلا هذا الشعار من فعاليات سلمية ونضالية تؤكد نبذ الإصلاح للعنف وتمسكه بالنضال السلمي طريقاً ومنهجاً. يا أبناء أرحب الكرام، إن الشعب اليمني لن ينسى لكم وقفتكم الشجاعة ومساندتكم الواسعة لثورته السلمية المباركة، لن ينسى التجمع اليمني للإصلاح، لن ينسى شهداء أرحب الأبطال وجرحاها الأحرار، لن ينسى حمايتها للثورة السلمية المباركة ودفعها ثمناً باهظاً من دماء أبنائها الأحرار وتقديمها مئات الشهداء والجرحى وتعرض منازلها ومزارعها ومشاريعها بل وحتى مساجدها للهدم والتخريب. وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن أبناء أرحب لا يرتضون إلا الحق منهجا، لا يرتضون إلا الحق منهجا والحرية مسلكا. أيها الحشد الجماهيري الكبير، إنما تمر به بلادنا اليوم من تآمرات خطيرة على مستوى الداخل والخارج ليحتم علينا جميعاً أحزاباً ومنظمات أفراداً وجماعات أن ننسى عهد الفرقة والاختلاف وأن نوحد الصفوف ونجمع الكلمة لما فيه مصلحة البلاد. وبهذا الصدد
نؤكد أننا في التجمع اليمني للإصلاح واللقاء المشترك، وأننا نعتبر الحوار الوطني هو الوسيلة الأنجح لتشخيص الداء ووضع الدواء، وندعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع الحوار الوطني وطرح كافة القضايا الوطنية على طاولة الحوار حتى يتسنى للجميع الوصول إلى حلول لكافة المشكلات التي يعاني منها اليمن. الحضور الكرام، إننا في التجمع اليمني للإصلاح بمديرية أرحب نثمن جهود حكومة الوفاق الوطني رغم الصعوبات والعقبات والعوائق التي تواجهها والتي توضع في طريقها، وندعو لبذل المزيد من الجهد والالتفات إلى ما يعانيه المواطن في معيشته، وأن يعملوا جادين على خفض الأسعار وعلى رأسها أسعار المشتقات النفطية. أخيراً، ندعو كافة الثوار إلى الاستمرار في طريق النضال السلمي والعمل الثوري حتى تتحقق كل أهداف الثورة المباركة، مؤكدين استمرارنا على درب الشهداء والجرحى حتى يكتب الله لهذا البلد ما فيه عزه واستقراره. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ثورة 11 من فبراير مثلت الانعتاق الحقيقي للشعب اليمني من براثن الظلم والاستبداد والفساد، وكانت هي الأمل الوحيد للملايين من أبناء اليمن الذين يتضلعون للحرية ويهفون نحو العزة والكرامة. الملايين العطاش المشرئبة بدأت تقتلع الطاغي وصحبه، ها هو الشعب صحى من خطبه بينما الطغيان يستقبل خطبه. أيها الإخوة الكرام، وفاءً وعهدًا لأبطالنا، لكل جريحٍ وكل شهيد، بروحك حققت آمالنا وحقًا صنعت يمن الجديد. نبقى الآن مع أوبريت إنشادي بقيادة المنشد دهمش الرجوي، فليتفضلوا مشكورين مأجورين. Yes.
قيمة الجنة جزيلا لفرقة الإنشاد. إن التجمع اليمني للإصلاح بوسطيته واعتداله وتجافيه عن الغلو والتطرف وبنظرته الثاقبة والواسعة التي تجعل من الإسلام منهجا شاملا للحياة هو ما حدا بالملايين من أبناء اليمن من مختلف النخب والشرائح أن يكونوا من أنصاره وجنودا ضائعين له في المنشط والمكره والعسر واليسر. وليس هذا الجمع الكبير من أبناء قبيلة أرحب إلا دليل على حب الإصلاح والانضمام إلى قافلة الإصلاح والإيمان بفكر الإصلاح. يا أيها الإصلاح سر متألقا نحو العلا نفديك بالأرواح وانهض لخير الشعب دون تراجع وانزع عن الشعب الأسى والآحي بمبادئ سطرت أروع صفحة بعقيدة وعزيمة وسلاح. إني أرى العيش الدنيء مذلة والذل للطاغوت كفر بواحي. إن تسألوني من أنا قلت اسمعوا وبكل فخر إنني إصلاحي. نبقى الآن مع كلمة تكتلات وإئتلافات أبناء أرحب يلقيها الشيخ محمد ابن محمد نبخوت نوفل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على من ثار على الجهل والظلم والطغيان وأرسى نظام الحكم والعدل والمساواة والحرية وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخ العقيد عبد السياغي مدير أمن المنطقة الأولى، الأخ الأستاذ عبد الكريم محمد مسلي أمين المكتب التنفيذي بإصلاح صنعاء، الأخ الشيخ منصور علي يحيى الحرق عضو مجلس النواب، الأخ قاسم منصر فيشي مدير عام المديرية، الرائد نبيل عبد السلام الحباري مدير أمن المديرية، الدكتور قائد عائض العميثلي عميد كلية التربية بأرحب، الإخوة دكاترة وموظفي وطلاب كلية التربية أرحب، الأخرى هم مدراء وموظفي المكاتب التنفيذية بالمديرية، الإخوة أعضاء المجلس المحلي بالمديرية، الإخوة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، الإخوة مشائخ ووجهاء ومثقفي أرحب، الإخوة الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقف أمامكم والشعب اليمني الثائر يحتفل بالذكرى الثانية للثورة الشعبية السلمية التي اشترك فيها كل الأحرار من الشباب والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية والنقابية والائتلافات الثورية، وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح الذي اشرف على شعار النظام السلمي لنيل الحقوق والحريات مبكراً. وما ثورتنا السلمية هذه إلا امتداداً لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، واستكمال أهدافهما من إزاحة الظلم والفقر والجهل عن كاهل الشعب اليمني ورفض كل أنواع الاستبداد والتسلط الفردي للعائل. ولقد كان الائتلاف أرحب وتكتله دوراً بارزاً وشجاعاً مع المكونات الأخرى في الثورة ومساندتها، وقدم كغيره تضحيات جسيمة
وكان سباقاً في كل المسيرات والاعتصامات والفعاليات الثورية السلمية المختلفة. وفي الختام نؤكد استمرارنا في النظام السلمي حتى استكمال كامل أهداف ثورتنا المباركة، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما كان الشعب اليمني قد بدأ يدخل في نفق مظلم لا يدري أوله من آخره، وبينما كان النظام البائد سار يدف وبقوة لإدخال الشعب في أتون وإدخال النفق المظلم الذي صنعه هو وأراد الزج بنا إلى داخله، جاءت ثورة 11 من فبراير. وبعد يا كل من ساهم في الثورة افخر بهذا الشرف، لنك من الثوار، يحق لك تفتخر، والفخر مشمرة 20 مرة، وهذا حق للأحرار. وأما الآن ومع قصيدة شعرية للأخ الشاعر مساعد الوكيب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً لربي عدد ما قد برم أمره، حمداً لربي عدد ما قد برم أمره، وعد ما دارت الأفلاك والأقمار، هو الكريم الذي باسط لنا ستره. يا رب أنت العزيز الواحد القهار، عبدك بيستغفرك ذنبه من وزره، فاغفر لها الذنب والزلات يا غفار، وازكى صلاتي على المختار لا قبره. يا حضرة السامعين صلوا على المختار. وبعد يا كل من ساهم في الثورة افخر بهذا الشرف لأنك من الثوار، وبعد يا كل من ساهم في الثورة افخر بهذا الشرف لأنك من الثوار، يحق لك تفتخر، والفخر مشمرة 20 مرة، وهذا حق للأحرار. يحق لك تفتخر والفخر مشمرة 20 مرة، وهذا حق للأحرار. ذي انقذونا من الظالم ومن جوره، وسقطوا حكم ظالم في بلدنا جار، وهكذا كل ثاير قد عرف دوره، فارض اليمن كلها من هو مناضل ثار، المشترك والذي موزون في فكره، وكل من عندهم غيره أتوا ثوار. وجهد الإصلاح واضح حنفت صبره، وجهد الإصلاح واضح حنفت صبره، قدم شبابه وهم كم من بطل مغوار، يدافعوا في بساله عن حمى ثوره، ضحوا بما عندهم وتحملوا الأجوار. والآن يا شعبنا، والآن يا شعبنا نبقى على الثورة، والآن يا شعبنا نبقى على الثورة، ونشد من عزمنا ونواصل المشوار. الشعب كامل من المنفد إلى المهرة باقي على ثورته بيقول في إصرار، ما عذر نبقى نواصل، ما عذر نبقى نناضل، صدق مشهد ره نستكمل أهدافنا كامل بلا قصوار، ما عذر نبقى نناضل، صدق مشهد ره نستكمل أهدافنا كامل بلا قصوار. ذي لجنها ثار شعبي وانتفخ صدره وقام يواجه فلول الطاغية المكار، حتى نرى النصر كامل، حتى نرى النصر كامل، قد صدع نوره وأهدافنا تحققت والظلم عنا سار، هذا وعد به مطالب تابع الثورة، هذا وعد به مطالب تابع الثورة، وهي مهمة ولا به عنها إنكار، كمثل تعويض، كمثل تعويض للمضرور بدل ضره، وتسوية كاملة التدمير والأضرار، ما هوش تعويض فالأخبار والنشرة، فالحقيقة تبكي كل شيء منها. ثاني طلب كل مجرم طالنا شره، ثاني طلب كل مجرم طالنا شره، لازم يحاكم ويضبط كامل الأشرار، لازم يجازى، لازم يجازى، يقع للباقين عبره، ويعرفوها الطغى في كامل الأمصار،
ويعرفوها الطغاة في كامل الأمصار. وثالثاً يا ذوي الألباب والخبرة، شوفوا معسكر في أوساط القرى والدار، وإحنا نقول للحكومة ترفعه مرة، وإحنا نقول للحكومة ترفعه مرة ويوزعوا هالحدود واللين ما سرسار. أهم شيء يرتفع لأن كثر الهدرة، ويدبرهم بصيرين ويدبرهم بصيرين يعرفوا الدبار، ونقول لهم ينظروا للرحب ولو نضرب بقدر ما قدموا من تضحية وثمار. والختم صلي عدد ما ينبثق نوره على النبي ذي بذكره شعت الأنوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحتى نكون منصفين وبالعدل متسمين، فليس الإصلاحيون وحدهم هم من أحدثوا التغيير، بل كل الوطنيين والغيورين على وطنهم من مختلف الأحزاب والشرائح، وخاصة اللقاء المشترك والأحرار من أبناء المؤتمر الشعبي العام. سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم. هنا البراكين هبت من مضاجعها، تطغى وتكتسح الطاغي وتلتهم. وأما الآن ومع كلمة الثائر الجريح أحمد العذري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، باسم جرح الثورة الشعبية السلمية من أبناء أرحب الشرفاء والذين كان لهم السبق مع إخوانهم الشهداء في التضحية والفداء وتكتيم الغالي والنفيس في سبيل نصرة الحق والدفاع عن ثورة الشعب وإزالة الظلم والفساد والاستبداد الذي أثقل كاهل اليمنيين رتحاً طويلاً من الزمن، وإحياءً لهذه المناسبة الغالية على نفوس كل اليمنيين، الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 11 من فبراير المجيدة، أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لرائد الثورة الجسور التجمع اليمني للإصلاح، ومعه كل القوى الوطنية الغيورة التي وقفت مساندة وداعمة ومؤيدة للثورة السلمية المباركة في جميع ساحات اليمن وميادينه. إن التجمع اليمني للإصلاح أسهم بحق وبشكل فعال وإيجابي في قيادة الثورة السلمية ومساندتها وقيادتها بحكمة واقتدار، والوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق الكثير من الأهداف المرجوة التي يتضلع إليها كل أبناء اليمن طولاً وعرضاً. أيها الجمع الكريم، إن جرح الثورة من أبناء أرحب الذين قضوا أياماً بين الآلام والمعاناة بل شهوراً طويلة، وبعضهم لا يزال يعاني حتى اليوم، يتضلعون إلى تحقيق مطالبهم المشروعة مثل إخراج المعسكرات من بين منازلهم ومزارعهم لتأمين حياة الناس من المخاطر. وبالتالي فإننا ندعو رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى إخراج هذه المعسكرات التي كانت السبب في جراحاتنا وإعاقاتنا ونحن في عز شبابنا ومكتبل أعمارنا، وإبعادها من أراضينا لتذهب بعيداً في حدود اليمن وثغوره، لترابط هناك في بحار اليمن ومياهه الإقليمية. كما ندعو رئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني باستكمال معالجة جرح الثورة من أبناء أرحب باعتبارهم من جرح الثورة، وتعويض الأهالي عن الأضرار التي ضالت الأرواح والممتلكات والبيوت والمزارع. ونطالب المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية ورئاسة الجمهورية بمحاكمة القتلة ونزع الحصانة عنهم. كما نؤكد، وأخيراً نؤكد لكم من هنا
نحن الجرحى أننا ماضون رغم جراحنا في ثورتنا السلمية حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للجريح الثائر أحمد العذري. مرحباً بكم جميعاً أيها الإخوة الأعزاء، مرحباً بالضيوف الكرام، مرحباً بأبناء المؤتمر الشعبي العام الذين شاركونا هذا المهرجان. كما نرحب أيضاً بالشيخ أحمد عزيز أبو نشطان، فأهلاً وسهلاً به، وكذلك نرحب بجميع مشايخ ووجهاء أرحب، فأهلاً وسهلاً بهم. الآن أيها الإخوة، لتلقوا نظرةً على الشهداء، قافلة الشهداء التي قدمها أبناء أرحب وضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن الغالي، ولترددوا معي جميعاً: عهداً منا يا شهيد، عهداً منا يا شهيد، عن دربك لا لن نحيد، عهداً منا يا شهداء، أن نكون الأوفياء. لم يعد خافياً على ما قدمته قبيلة أرحب من تضحيات غالية سواء في الأرواح أو الممتلكات. وما هذه القافلة من الشهداء إلا أكبر دليل على ذلك. نبقى الآن مع كلمة أبناء الشهداء ومع الشبل محمد حسن مبخوت العرشاني، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على سيد المجاهدين محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. آباء الثوار الأحرار، لقد خرج آباؤنا في ثورة مباركة تهدف إلى إرسال الحق والعدل، وتطالب بحياة كريمة لكل اليمنيين. ولم يكن ذنبهم إلا أنهم رفضوا الظل ووقفوا في وجه الظالم، فقتلهم المستبد وحرمنا منهم ليعيش هو وأبناؤه على آلامنا، ويقتلون ويقتاتون من أوجاعنا. ولكننا على يقين أنهم مع سيد شهداء حمزة، انطلاقا من حديث رسولنا الكريم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. وبهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، نتوجه إلى المولى عز وجل بأن يتغمد شهداءنا وكل شهداء الثورة الأبرار بالرحمة والمغفرة والرضوان. آبائي وإخواني، صحيح أننا نفتقد آباءنا ويوجع قلوبنا فراقهم وتذرف دموعنا لفقدهم، ولكننا لا ننتمي اليوم أن يكون بيننا والظالم المستبد ما يزال يعيد في وطننا فسادا. الحفل الكريم، لا بد أن نقول لشباب الثورة ولقيادة الدولة ولمنظمات المجتمع المدني ولكل الشرفاء أننا وجدنا عزاء عند فقد أبائنا، عن فقد آبائنا أنهم استشهدوا وهم يدافعون عن ثورة عادلة خرجت لتصلح ما أفسده النظام المخلوع وتبني ما دمره. لكننا لن نجد عزاء إذا لم تتحقق كامل أهداف الثورة التي كان دماء آباؤنا هي الوقود الذي أشعلها ومهد طريقها. ونطالب رئيس الجمهورية
حكومة الوفاق والأجهزة القضائية بالقصاص العادل لآبائنا ومحاكمة القتلة لينالوا ما يستحقونه. وأخيراً ندعوكم أيها الثوار أن تسيروا على ما سار عليه شهداء الأبرار حتى تتحقق جميع أهداف الثورة، ليحيى اليمن ويحيى أبناء اليمن على ثرائه. أعزاء كرماء، فاليمن في أعناقكم والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. عهدا منا يا شهداء أن نكون الأوفياء. عهدا منا يا شهيد عند المكلال النحيب. أيها الحاضرون جميعا، إن الثورة الشبابية السلمية التي جاءت تتويجاً لنضالات الإصلاح ومعه كل القوى الوطنية والخيرة التي سعت ولا زالت تسعى إلى الوصول بهذا البلد إلى صورة تليق به وتشرفه وتشرف تاريخه بين العالم إقليمياً ودولياً. نبقى الآن مع كلمة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء، يلقيه الأستاذ المربي عبد الكريم محمد مسلي أمين عام التجمع اليمني بالإصلاح للإصلاح بالمحافظة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الضيوف الكرام، ضيوف هذا المهرجان الحاشد، أيها الثائرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئاً لكم ولكل أبناء اليمن في ذكرى ثورتكم المباركة، الذكرى الثانية للحادي عشر من فبراير، ثورة الشباب التغييرية السلمية. هنيئاً لكم بميلاد يمن جديد وأمل عريض ومستقبل مشرق بإذن الله الواحد الأحد. تحية لأبناء أرحب الأبية الذين رووا شجرة الحرية والكرامة بدمائهم الزكية. مع غيرهم من الشباب من أبناء مديريات محافظة صنعاء، تحية لكم ولإبائكم وثباتكم وإصراركم على نجاح ثورة التغيير السلمية. لقد كان يا أبناء أرحب إصراركم على نجاح الثورة دافعاً كبيراً لكل الشباب الثائر في اليمن كله، وقد قدمتم نموذجاً رائعاً ومثلاً يحتذى به في التضحية والثبات والشجاعة والإصرار. فرحم الله شهداءكم وكل شهداء ثورتنا المباركة، ونسأل الله عز وجل الشفاء للجرحى. أما المعاقون فإنهم يحملون بإعاقتهم أوسمة الشرف والكرامة، عليهم أن يفخروا بها إلى أن يلقوا ربهم فيكرمهم ويرفع درجاتهم بمنه وكرمه. كما أن علينا أن نعرف قدرهم ونعزهم ونكرمهم كما كرمونا وشرفونا وضحوا من أجلنا. المسؤولية الكبرى تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني التي هي نفسها ثمرة من ثمار هذه التضحيات وهذه الثورة السلمية المباركة. أيها الحضور الكرام، لقد كان انطلاق ثورة التغيير ميلاداً جديداً
وعهدا جديدا تحرر فيه شعبنا من قبضة الأسرة والمناطقية والاستبداد والعبودية التي خيمت على اليمن عهدا طويلا ذاق فيها مرارة الاستبداد ومرارة الفساد التي عاشها فترة طويلة. هذه الثورة المباركة التي رسمت خارطة جديدة لهذا الشعب اليمني تبشر بيمن جديد ومستقبل مشرق وحياة كريمة. أيها الحشد الثوري الجماهيري الكبير، نحن في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء مع كل الثوار من أبناء المحافظة الذين كان لهم الدور البارز في انطلاق هذه الثورة وفي استمرارها، ندعو إلى استمرار الزخم الثوري وألا تنطفئ شعلتها السلمية حتى تحقق كامل أهدافها ورسوخ مبادئها، كما ندعو الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى استكمال أهداف الثورة باستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وصهرها في بوتكة وطنية واحدة ليكون همها الوحيد أمن واستقرار اليمن واليمن فقط، كما ندعو إلى إصلاح المؤسسات وإزاحة الفاسدين الذين لم يقتنعوا بحقيقة التغيير، وأننا أمام مستقبل جديد لا مكان فيه للفساد ولا للفاسدين، كما ندعو إلى الاهتمام بأسر الشهداء وبالجرحى والمعاقين فهم ينبغي أن يكونوا تيجاناً على رؤوسنا جميعاً، وهم نجوم الثورة ولهم عند الله أجزل المثوبة والدرجات العلى بفضل الله ومنه، كما ندعو إلى جعل يوم 11 من فبراير من كل عام يوماً وطنياً خالداً وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الشباب، كما ندعو جميع أبناء شعبنا اليمني الكريم إلى الالتفاف بصدق وإرادة واحدة حول الحوار الوطني المرتقب لنطوي الماضي الأليم وننبذ العنف وفرض الآراء والأفكار بقوة السلاح، ونثبت أننا أبناء اليمن يمن الإيمان والحكمة، فنحطم بحكمتنا كل الصخور ونذلل كل العقبات التي تعترض مسارنا الجديد وتعترض أمننا واستقرارنا وتعرض أمننا واستقرارنا وأخوتنا للخطر، لنبدأ عهدا جديدا في بناء وطننا واستخراج ثرواتنا، لنستفيد من مقدراتنا، ولنصل إلى مستقبل مشرق يسود فيه الرخاء والاستقرار. أيها الثوار الأحرار، لن يهدأ لنا بال حتى نحقق كامل أهداف ثورتنا. وعلى من يحلم بعودة اليمن إلى الوراء، إلى الاستبداد، إلى النظام الأسري والعنصري أو الطائفي، عليهم أن يعودوا إلى رشدهم، فاليمن اليوم قد وضع قدميه على الطريق الصحيح ولا يمكن أن يتراجع إلى الوراء، كما ندعو كل من يريد لليمن الخير والاستقرار والرخاء والأمن والهدوء من إخواننا العرب والمسلمين ومن كافة دول العالم أن يساعدونا على تجاوز ظروف اليمن الصعبة، فاستقرار اليمن استقرار للعرب والمسلمين. ونقول للذين يساعدوا اليمن بوسائل الدمار والقتل والخراب: كفوا أيديكم واحتفظوا بأسلحتكم، فلا حاجة لنا في مساعداتكم. وعلى الذين يحلمون بعودة عقارب الساعة إلى الوراء أن يعوا أنهم فاشلون، وأن عليهم أن ينخرطوا في العمل السياسي والحوار الوطني، ويدعوا السلاح للجيش والأمن المناط به حماية الوطن والمواطن. شكراً لأرحب، وشكراً لثوار أرحب، وشكراً لمشائخ ووجهاء أرحب، وشكراً لقيادة التجمع اليمني للإصلاح في أرحب، وشكراً للسلطة المحلية في أرحب، وشكراً لكم جميعاً على حضوركم هذا المهرجان الحاشد الكبير، والشكر لكل من نظم هذا المهرجان. شكراً لكم جميعاً، ومزيداً من العطاء والتقدم والعمل الجاد
من أجل هذا اليمن الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزيت ألف خير. نرجو من الإخوة الواقفين أن يجلسوا، نحن لازال هناك أيها الإخوة الكرام البيان الختامي الذي فيه مطالب أبناء قبيلة أرحب حتى تسمعوه جميعا. نبقى الآن مع البيان الختامي ومع الشيخ عبد الإله المسعدي، فليتفضل. يا أبناء أرحب الأحرار، إننا في التجمع اليمني للإصلاح بمديرية أرحب لن ننسى لشهداء والجرحى ومن تم اعتقالهم نضالهم وتضحياتهم الجسيمة، كما لن ينسى الوطن والتاريخ لهم ذلك. فهم من قدموا أرواحهم وممتلكاتهم بسخاء منقطع النظير لشعب طالما تطلع إلى غد مشرق ومستقبل أفضل. ولا ننسى بها في هذه المناسبة الثورية المباركة أن نؤكد على جملة من المطالب أبرزها ما يلي: أولاً، إعلان 11 من فبراير يوماً وطنياً وإجازة رسمية. ثانياً، رعاية أسر الشهداء والمعاقين وجرحى الثورة السلمية وتعويضهم تعويضاً عادلاً. ثالثاً، تعويض المتضررين في البيوت وآبار الماء والمزارع والسيارات وغيرها التي دمرتها آلة الحرب والدمار. رابعاً، ضرورة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والمشاركة الفاعلة فيه للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار. خامساً، سرعة إيصال الشبكة الكهربائية الجديدة إلى قرى وعزل المديرية وتحسين الشبكة القديمة وإعفاء أبناء المديرية من الرسوم كغيرهم من المتضررين. سادساً، ضرورة معالجة القضية الجنوبية والحفاظ على الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة وهيبتها في جميع أنحاء البلاد. سادساً، محاكمة القتلة ورفع الحصانة عنهم. ثامناً، تحويل كلية التربية بأرحب إلى جامعة. والله الهادي إلى سواء السبيل، صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمديرية أرحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام الله على كل القبائل من حمت ثوراوي كانوا أهلها، ثورة التغيير في التاريخ فاصل والشعوب اليوم تصنع مجدها. يا قبيلة شامخة بين القبائل والقبائل كلها تشهد لها بالتحية. الأحرار